أهلاً بكم على من جديد. تتزايد المخاوف من تقسيم السودان في ظل التقارير تتحدث عن عاصمة بديلة في بورت سودان شرقي البلاد واعتزام الجيش تشكيل حكومة هناك. هذه المخاوف تتزامن مع الوقت الذي احتدمت فيه الاشتباكات خصوصاً في الخرطوم التي تشهد قتالاً ضارياً وحرائق، واستمرت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع حول محيط القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم ومقري سلاح المهندسين وقاعدة كرري بأم درمان غربي العاصمة. كما أدى القصف الجوي والمدفعي المكثف إلى دمار واسع طال عددا من المباني الرئيسية والحيوية في الدولة، من بينها وزارة العدل، ومن بينها أيضا عدد من الهيئات الحكومية والخاصة التي احترق بعضها بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، أدت المعارك لاشتعال النيران في أحد المعالم الأكثر شهرة في المدينة، وهو برج شركة النيل الكبرى لتشغيل البترول المكون من 18 طابقا. ووسط هذا التصعيد غير المسبوق، أعلن الجيش السوداني صد هجوم لقوات الدعم السريع على القيادة العامة للجيش ومواقع عسكرية استراتيجية أخرى. في المقابل، قالت قوات الدعم السريع أنها تمكنت من قطع التواصل بين سلاح الإشارة والقيادة العامة وسيطرت على وحدات عسكرية ومباني مدنية قرب القيادة، وهي معلومات قام الجيش بنفيها. إذن لفهم المشهد أكثر نرحب بضيفينا. أولا معنا مباشرة من لندن، نرحب بالسيد عمران أحمد عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع، ونرحب أيضا من الدوحة باللواء أسامة عبد السلام المدير السابق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في القوات المسلحة السودانية. أهلا بكم معنا في المشهد الليلة. أبدأ معك سيد عمران، وهنا أود أن أعرف رأيك على ما ورد عن وزارة الخارجية السودانية والاتهام الموجه لقوات الدعم السريع بأنها تدمر الخرطوم تدميرا ممنهجا. ما ردك هنا؟ في البداية التحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا. تصحيح، أنا عمران عبد الله حسن ولست عمران أحمد في البداية. عذرا على الخطأ. نعم، الشيء الثاني يعني درجة العادة أنه وزارة الخارجية أو النظام السابق برمته ويعني تعهد أنه يضلل الشعب السوداني. ما يدور الآن هي سياسة الأرض المحروقة التي يمارسها النظام السابق. النظام السابق مكث في سدة الحكم أكثر من 30 عاما، لم يعمر السودان بل عمر نفسه وبنى في الخارج وطور نفسه. الآن كل أبنائهم خارج السودان، فبالتالي هم تعهدوا وتوعدوا الشعب السوداني بأن إما أن يكونوا هم على السلطة وإما أن يدمروا السودان. والآن بعد ما جربوا كل هذه المعارك وفشلوا تماما، بدأوا في ضرب البنية التحتية، وهذا دليل واضح. كلما يخسروا في معركة هم يبدأوا بضرب البنية التحتية. من قبل أسابيع فقط عندما هزموا في معركة الشجرة والمدرعات، ضربوا مناطق مختلفة من الخرطوم، منطقة مايو، منطقة الحاج يوسف، ضربوا مدينة نيالة. يوم أمس تمت هزيمتهم في القيادة العامة وقتل عدد كبير منهم، قاموا بضرب المنشآت. الآن هم فقدوا تماما الأمل في عودتهم للسلطة، وتأكدوا أن هزيمتهم أصبحت حتمية والشعب السوداني قد لفظهم. فالآن بدأوا يضربون البنية التحتية، ضربوا أهم منشآت في البلد، لأنهم تأكدوا تماما أنهم لا مكان لهم في السودان، وبالتالي هم يريدون أن يدمروا السودان لأنهم قد أمنوا كما أسلفت أوضاعهم في الخارج. أخي الفاضل، النظام السابق منذ 30 عاما يمارس سياسة معروفة لدى الشعب السوداني، هي سياسة يعني ضرب الخصوم أو ضرب عصفورين بحجر كما يقولون. هو نفسه إذا كان هنالك لديه خصوم من السياسيين أو من حركات النضال، لديه مجرمين يذهب يقتادهم ويقتلهم، ومن ثم يأتي بآخرين من خصومه الآخرين ويجبرهم تحت الضغط والتهديد ليعترفوا بارتكاب الجريمة ليتخلص منهم أيضا، فيضرب العصفورين بحجر يتخلص من خصومه بهذه السياسة. وكل الشعب السوداني يعلم ذلك. الآن سيد عمران، نعم اسمح لي فقط، عذرا على المقاطعة، واسمح لي بنقل الكلمة لي اللواء أسامة محمد أحمد عبد السلام للنقاش، لمواصلة النقاش أيضا. إذا هنا في نفس الوقت الذي ربما تتوجه فيه الاتهامات إلى قوات الدعم السريع، قوات الدعم السريع هي بنفسها تتهم الجيش بأنه يدمر هذه المباني الحكومية بشكل متعمد، يعني يستعمل نفس العبارة. ما تعليقك على ذلك؟ أولا أشكرك وتحية لك والمشاهدين. أهلا وسهلا. على السؤال، أن أبدي استغرابي الشديد وإشفاقي على أولئك الذين لا يزالون يظهرون في الميديا ويدافعون عن الدعم السريع ويمتلكون هذه الجرأة الغريبة بعد كل هذه الجرائم التي ظهرت للعالم، وبعد أن استبانت كل هذه الممارسات الشنيعة التي مارستها هذه الميليشيا ضد الشعب السوداني،
لا يزال أشخاص لا يستحون ويسهرون في هذه الفضائيات ليدافعوا عن هذه الميليشيا المتمردة وقد أدانها الكل. سيد، الأمر نعم الثاني، سيد أسامة، فقط حتى نحافظ على جو الاحترام في هذا النقاش، يعني هو فقط نحن نعطيك طبعا المجال للرد، ولكن حتى نحافظ يعني على الاحترام المتبادل هنا لو سمحت. أوكي، الإشكال الأساسي في هؤلاء الذين يظهرون أنهم استمروا مسألة الكذب، يعني يكذبون ويرددون أشياء لا يستقيم عقلا أن يقبلها أصلا. هو الآن يتكلم عن النظام السابق، أي نظام سابق؟ أي نظام سابق، ونحن الآن على بعد 4 سنوات أو 5 سنوات الآن في السنة الخامسة من زوال النظام السابق. إذا كان الحديث عن النظام السابق، فإن الدعم السريع هو ابن شرعي للنظام السابق. النظام السابق هو الذي أنشأ الدعم السريع، الرئيس السابق هو الذي أقدر على الدعم السريع على الأموال، هو الذي أنشأه. فلماذا يتحدثون عن النظام السابق؟ هم أصلا صناعة النظام السابق. هذه واحدة. المسألة الثانية، الدعم السريع طيلة هذه الفترة التي سبقت منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي لم يحقق انتصار حقيقي داخل الخرطوم ولا خارجها. هم الآن يتحدثون عن سيطرة، كانوا يتحدثون عن 90% إلى وقت قريب. المستشار السياسي اللي هو المدعو يوسف عزت يتحدث عن أن هناك 90% من الخرطوم الآن في الدعم السريع. أوكي، طالما أن هذه النسبة من السيطرة لك كدعم سريع، لماذا لم تشكل حكومة؟ لماذا لم تدلي بالبيانات الرسمية في التلفزيون وفي الإذاعة؟ أين هذه السيطرة التي تتحدث عنها؟ الدعم السريع الآن بكل أسف بعد أن خسر المعارك الرئيسية في المدرعات لم يحقق انتصار، في المهندسين لم يحقق انتصار، في الأبيض لم يحقق انتصار، لم يستولي على مطار استراتيجي واحد، طيب بالعكس خسر نعم، قوى اسمح لي، كبيرة جدا نعم جدا، لواء أسامة، والآن اسمح لي فقط في هذه اتجه النقطة، مؤخرا نعم إلى لنقل تركيز الكلمة، هذه الفئة نعم يا سيد عمران، التي للإجابة على النقطة التي أشرت إليها بالتحديد، يعني فقط حتى يعلق عليها هنا. يعني سيد عمران هو يقول، يعني سيد أسامة، إذا كنتم قوات الدعم السريع تسيطر على الخرطوم، لماذا لم تشكلوا حكومة حتى تبرهنوا سيطرتكم على تلك المنطقة، ولماذا لم تعبروا إلى الأمام هنا؟ يعني ما تعليقك؟ يا أخي السيد الفاضل، تشكيل الحكومة ليست غاية بالنسبة لنا، نحن غايتنا إيقاف هذه الحرب، إعادة المواطنين الهاربين من جحيم هذه الحرب، ضيف وكل ما كل يعني الذين يقومون بهذه الحملات مدفوعة الثمن يتحدثون وكأنهم في عالم آخر. يا أخي نحن نتكلم قلوبنا على الشعب السوداني الذي يموت ليل ونهار. الآن هؤلاء، أنا عندما أتحدث عن النظام السابق، أتى البرهان جزء من النظام السابق. إذا أشرت أن الدعم السريع جزء من النظام السابق، فقد كفر به ورفع يده منذ أن سار الشعب السوداني ضد النظام السابق، فبالتالي هذه ليست حجة أن تتمسك بها. نحن أبناء اليوم ونتحدث عن اليوم. البرهان والذين معه الآن، هنالك فلول النظام السابق ابتداء من البشير وعلي عثمان وغيرهم من أحمد هارون وكل مجرمي الحرب الذين فروا من العدالة الدولية وعدالة حتى السودان، حتى مجرمين هنا لهم جريمتين هربوا منها، والآن هنالك يخططون مع البرهان. هم الذين توعدوا الشعب السوداني بأن يقتلوه طيلة شهر رمضان، إفطاراتهم متحركة يتحدثون عن عودتهم وعن عودة الحكم الإسلامي أو الحركة الإسلامية، إذا وقالوها صراحة إما الحركة الإسلامية وإما الحريق التام، والآن بدأوا بهذه الحريق. سيدي الفاضل، هؤلاء يرتكبون هذه الجرائم لشيطنة الدعم السريع. الآن يضربون البنية التحتية بعد أن علموا تماما أنهم لا عودة لهم في الخرطوم، فبالتالي هم يضربون عصفورين بحجر. المقام الأول يضربوا العاصمة حتى إذا جاء نظام من بعدهم لا يجد شيء، يجد أرض محروقة. الشيء الثاني حتى يشيطنوا بها الدعم السريع، وهذه سياستهم. يا أخي الفاضل، هؤلاء حتى يستغلون طلاب الخلاوي، طلاب الخلاوي البسطاء ينتقونهم، يعتقلونهم بطريقة انتقائية عنصرية. نعم أبناء سيد الغرب عمران، نعم يمسكونهم سيد عمران لو يعتقلونهم. سمحت، نعم معليش عليك الله، نعم عذر على المقاطعة، هذه النقطة ضرورية، تفضل هذه النقطة ضرورية، الشعب باختصار لو السوداني سمحت. لابد أن يعرف هذه النقطة. أي أقل من 30 ثانية، حتى طلاب الخلاوي يتم اعتقالهم على أساس عنصري جهوي ويتم حبسهم، ومن ثم يتم تسليمهم لمنظمات المنظمات الصليب الأحمر على سبيل أن هؤلاء مقاتلين للدعم السريع نعم ولكي يشيطنوا الدعم السريع. نعم هذه ظواهر نعم مكشوفة اسمح لي تماما بالعودة للسيد اللواء وفي أسامة محمد عبد أمثلة السلام لو كثيرة سمحت. جدا نعم جدا. لو سمحت أعود إليك سيد أسامة. لواء أسامة، يعني هنا الحديث عن حكومة بديلة في بورت سودان والمخطط الذي يتجه نحوه هو الجيش حاليا، هل أصبح أمرا لا مفر منها الآن؟ وبالتالي هل نحن أمام سيناريو تقسيم السودان؟ وباختصار لو سمحت. أبدا، ليس هناك من خيار تقسيم السودان الآن.
الفراغ البرهاني يمثل مجلس السيادة المعلوم المعترف به دوليا، وهو الآن بصدد السفر إلى واشنطن كممثل وحيد وشرعي للسودان في هذه المنظمة الدولية، هذه المحفل الدولية الكبيرة. من مسؤوليات البرهان أن يكون هناك سلطة سياسية تمارس أعمال الدولة الأخرى التي كانت معطلة طيلة ال4 أشهر السابقة بسبب وجود البرهان داخل مقر القيادة العامة. الآن بعد أن خرج إلى السودان لابد من أن يقوم بمهامه الأخرى المتوثلة في مسائل اقتصادية وسياسية وعلاقات الدولة الخارجية، لأن الحرب لا تدار أخي الكريم فقط بالسلاح، هناك ميادين أخرى لإدارة هذه الحرب في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي والدبلوماسي. ولذلك اتجه برهان لبرسودان لتشكيل هذه الحكومة التي متوقع أن تعلن عقب عودته من نيويورك. نعم. ومسألة تقسيم السودان ليست واردة، أؤكد لك الآن أن 18 ولاية في السودان 17 منها ليس بها إشكالات أمنية كبيرة. شكرا جزيلا. نعم، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في هذا النقاش من الدوحة، اللواء أسامة محمد أحمد عبد السلام، المدير السابق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في القوات المسلحة السودانية. ونشكرك أيضا جزيل الشكر على مشاركتك معنا من لندن، السيد عمران عبد الله حسن، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع.